صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا اليوم الاحد 27 كانون الاول 2015. نحن اليوم جايين لعندكم لحتى تتعرفوا علينا. نحن اليوم جايين لنقلكم انه انتم يا الناس اللي مفكرين حالكم اصحاء، يمكن انتم اكثر ناس عايزيننا، ويمكن انتم اكثر ناس ناقصكم اشياء نحن عنا اياها. نحن عنا الحب، نحن منحب بس انتم بتكرهوا. نحن طبعاً عنا الأمل وأنتوا بتفقدوا الأمل ببعض الأحيان. نحن منعطي وأنتوا بتاخدوا منا. نحن بدنا نقول اليوم لكل شخص بيقول الله لا يجربنا، نحن أحلى تجربة معقول تمرق بالحياة. نحن أولاد سيزوبيل ونحن يمكن عايزينكم مادياً، ولكن أنتوا عايزيننا معنوياً كل يوم وكل دقيقة لنعطيكم الأمل بالحياة. صباح الخير إلي نور. مع هالمقدمة الحلوة بدنا نقول أنه اليوم مطلوب منا كلنا نحضر ام تي في، كلنا نساهم وكلنا نساعد تنعيش معنا العيد. فتحنا الحلقه على مشهد المغاره، على مشهد الطفل يسوع يلي بيدعينا انه نعيش انسانيتنا وحبنا الكامل على الاخر مثل ما هو حب. اليوم السيزوبيل بضيافه الام تي في، اطفال السيزوبيل رح يرافقونا لساعه تنتين، نتعرف على مواهبهم، نتعرف على حاجه هالمؤسسه العظيمه يلي غيرت حياه اولاد كتار، يمكن اولادنا، يمكن اخوتنا، يمكن قرايبنا، ويمكن ناس بنعرفهم، اكيد لو ما السيزوبيل كانت حياتهم صعبه. حتى السيزوبيل تقدر تكفي، انتم مدعوين تطلبوا رقم واحد هو 0464 وتساهموا معنا انه هالمؤسسه تستمر وتعطي. وفيهم يساهموا بكل شيء، فيهم يساهموا باي شيء، فيهم يساهموا بشغله كثير صغيره، يمكن بمواد اوليه او بمواد غذائيه او اي شيء ثاني، المبلغ ما بيهم ابدا، طبعا في حاجه ماديه دايمه عند سيزوبيل، ولكن كمان الدعم المعنوي ودعم كثير صغير ونعلم اولادنا انه هن يعطوا، الاولاد كلهم اليوم بالبيت وانا اكيد انه في كثير ناس عم يحضرونا، خليكم معنا، تابعونا، الحلقه رح بتكون رائعه جدا، رح بتتعرفوا على ناس رائعين جدا، وكمان في مفاجآت لكم مشاهدينا. بدنا نذكر انه زينتنا الحلوه من عند ستوريو، بنرجع نعيدكم بالميلاد المجيد ونقول لكم فيكم من هلا تبلشوا تتصلوا على ام تي في وتساهموا مع السيزوبيل تتكفي مسيرتها خلال كل النهار اكيد، ولكن دائما البدايه بتكون مع اخبار اليوم بفقره اب تو ديت. انا وإلي خليكم معنا. يا إلي دايما منبلش بأخبار هيك شوي سياسية على اجتماعية، واليوم الخبر الأول عن النايب وليد جنبلاط يلي واصل حملته ومواصلة دايما على الفساد بوزارة الاتصالات تحديدا. وصف النايب وليد جنبلاط بتغريدة على تويتر، وتغريداته دايما بتفاجئنا، انه المدير العام ورئيس إدارة مجلس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، صار اسمه عبد المنعم تليفون، وبيقول بأنه يبدو أنه القائد غايب أو غير موجود، لأنه عبد المنعم تليفون وشركائه بالوزارة وخارج الوزارة بدهم الاستيلاء على أنقاض شركتي الخليوي بدل فتح المجال لمناقصة عالمية شفافة. وأضاف بأنه الغريب بأنه مجلس الوزراء معطل، فمين المسؤول؟ وتابع بأنه إذا كان الأمر بدل على شيء فأنه هو بدل على مستوى الفساد بالإدارة السياسية وقسم كبير بالإدارة الأمنية والعسكرية. يعني الملفات كثيرة بلبنان، خاصة ملفات الفساد وما من محاسب. بنتقل للأخبار بسوريا يلي هي أخبار دايماً عن الحرب، وأخبار دايماً مؤسفة، وأخبار صراعات وقتلى. فأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة السورية مقتل زهران علوش قائد تنظيم ما يعرف بجيش الإسلام
المعارض المسلح شرق مدينة دمشق. وقال المرصد نقلا عن مصادر قيادية بما يعرف بجيش الإسلام أنه علوش قتل مع 5 من قيادات التنظيم جراء قصف من قبل طائرة حربية بضربات جوية عنيفة استهدفت اجتماع لهم بغوطة دمشق الشرقية. ويعتنق علوش الفكر السلفي الجهادي ويدعو إلى دولة إسلامية معارضا النظامين الجمهوري أو الديمقراطي. وقد تم تعيين قبل المجلس الخاص بما يعرف بجيش الإسلام البويضاني خليفة له، على أمل أنه نشوف سوريا دولة ديمقراطية وتنتهي من كل هالحركات الإرهابية اللي بتساهم أكيد بتشويه صورة الإسلام والمسلمين. ننتقل لأخ، عبالك تشتري أرض ببريطانيا إلي؟ عبالي اشتري بريطانيا كلها. حقها 8 تريليونات استرليني إذا بهمك الموضوع. مع الملكي ولا بلا الملكي؟ الملكي دخيلك، تركنا إياها على جنب، لا تقدر بثمن. قدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القيمة السعرية للبلاد بحال انعرضت بكاملها للبيع بكل ما عليها من عقارات وأصول وأراضي إلي. ما في وخلص بأنه السعر رح بيكون 8 تريليونات و63 مليار جنيه استرليني. نصيب العقارات منها بيوصل للثلثين تقريبا. وبحال وجدت جزيرة المملكة المتحدة مشتري بيدفع 8.1 تريليونات استرليني، رح بيكون نصيب الفرد من عائد البيع نحو تقريبا 125 ألف استرليني. ومنذكر بأنه بيبلغ عدد سكان بريطانيا 64.4 مليون نسمة. في مبالغ مرتبة شاينة القصة. رح نروح على أمريكا، مطرح ما ولاية واشنطن الأمريكية بتشهد فضيحة كبيرة بعد اكتشاف أمر الإفراج عن 3200 سجين قبل انتهاء محكوميتهم بسبب خطأ بحساب بتخفيض مدة الحكم على خلفية حسن السلوك. الظاهر اللي حسبها منه شاطر بالماتيماتيك، فقد أفرج عن طريق الخطأ قبل 13 سنة وهلأ اكتشفوا عام 2002 أنه تم الإفراج عن 3200 سجين قبل انتهاء مدة محكوميتهم. في منهم وبلغت نسبة يعني اللي أفرج عنهم 3% من أصل السجناء، وفي مثلا أحدهم كان بعد بده 600 يوم من نهاية خدمته أفرج عنه قبل سنتين يعني تقريبا. مش غلط، حظه حلو السنة. أبرز صور فوتوغرافية للعام 2015، ودايماً هيك بجردة على السنة قبل ما تنتهي بنعمل جردة كمان على الأمور الفنية والصور المهضومة مثل ما عم نشوف هون. في طبعاً صور انكشفت وبينت بأنه هي أفضل الصور الفوتوغرافية اللي طافت العالم كله ووصلت على صفحات معظم الصحف والمجلات الشهيرة. وهالصور تحولت مع مرور الوقت لأساطير ما عم بتغيب عن بال البشرية. عم نشوف هيك البعض منا اللي في أشياء محزنة ولكن في أشياء أكيد مهضومة. إن شاء الله ما بتبقى غير الصور الحلوة ببال الناس. رح ننتقل لمسابقة أطلقتها الـ MTV الرائدة دايماً، بالأخص عبر الويب سايت mtv.com.lb، اختيار أجمل زينة ميلادية لبنانية. فيكم تفوتوا على الموقع mtv.com.lb/bestdecoration مثل ما عم نشوف على الهواء، وتصوتوا بطريقة كتير سهلة للزينة اللي بتشوفوها الأحلى. طبعا كل المناطق اللبنانية اللي عندها زينة حلوة مدرجة على الويب سايت الخاص بالـ MTV بسبعة الشهر النتيجة من بين هالصور الحلوة. شو رأيكم نشوف صورة لزينة بلدة بسكنتا؟ ليش التحيز تاني؟ مش التحيز، كل يوم عم ننقي صورة. جبال قطعت. خلص صار عندي سيت أنا. كل المناطق روعة. استني، طقس كيف اليوم إلي؟ عنا فكرة؟ طقس اليوم قليل، عم تقول تاتيانا تلج فعلا بسقع. تلج عندها هيك. قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبل وانخفاضها بالداخل. الحذر أكيد من تكون تبع على الطريق إذا طالعين على الجبل أو نازلين خلال الليل أو ساعات الصباح الأولى. لكن رح ناخد أول وقفة من بعدها منتابع مع حلقة خاصة بسيزوبيل.